صباح الخير، معاكم كابتن خلود. النهارده هنتكلم وهنمرن عضلات الكور او الجزع اللي هي منطقه البطن والاوبليكس العضلات الجانبيه واللور باك او القطنيه والارداف والجلوتس. اول تمرين معانا السايد كرانش، بننزل الجنب ده بعد كده نطلع فوق وننزل للجنب الثاني. بنحافظ على التنفس. تاني تمرين معانا فيجر 8، وده تمرين مركب بس هنشرحه وهيكون سهل. بتنزل اول حاجه سكوات، بعد كده بتعدي الوزن وتعمل تويست للاخر وتطلع، بعد كده تنزل الناحيه الثانيه تعمل تويست للاخر وتطلع. تالت تمرينه معانا سوبرمان، ودي بتقوي جدا عضلات القطنيه. رياضيين كتير بيشتكوا من قطنيه ضعيفه، لو استمرت على التمرين دوت بتكون افكتيف جدا. ممكن تلعبه ثابت وممكن تلعبه عدات زي ما هنشوف دلوقتي. بنفتح ايدينا ورجلينا ونطلع على الارض، من على الارض ثواني. ممكن تلعبه ثابت كده بانك تقف وتعد 30 ثانيه او دقيقه على حسب تحملك. رابع تمرينه معانا وهي الكرانش، بنقعد نتني رجلينا ونفتحها في مستوى كتفنا وما بنعصرش رقبتنا واحنا طالعين، بنطلع ربع قومه. ممكن تحط ايدك كده ايدك كده براحتك، بس ما تشدش رقبتك معاك، تحافظ على التنفس بتاعك. خلصت تماريننا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا وأشوفكم في حلقة جديدة. وضعت الدولة المصرية على عاتقها منذ عام 2018 بناء مجتمعات عمرانية وفق رؤية معمارية حضرية، وهو ما كان محفزا للانطلاق صوب بناء مدن الجيل الرابع بهدف تعزيز الرفاهية الاجتماعية، لا سيما في ظل كونها وسيلة لإحداث تنمية شاملة في أرجاء الجمهورية كافة، والتوسع في بناء ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي جديد يستوعب الزيادة السكانية المضطردة، بما يساهم في تأصيل دعائم الجمهورية الجديدة. وبالرغم من أن بناء المدن الجديدة ليس وليد اليوم، فهو حصاد جهود امتدت على مدار عقود ماضية، وهو ما تجلى في بناء مدن الجيل الأول والتي بدأ تدشينها في فترة السبعينيات كالعاشر من رمضان والصالحية والنبارية والسادات، ومدن الجيل الثاني والثالث كالعبور وبدر والشيخ زايد. فإن مدن الجيل الرابع التي تعمل الدولة على التوسع في إنشائها على مدار السنوات الماضية تمثل طفرة غير مسبوقة في مجال العمران، فهي مدن متعددة الأنشطة تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص أكبر للمشاركة من القطاع الخاص، مع إتاحة خدمات التنقل والربط مع المدن الأخرى، إلى جانب مراعاة تكيف تصميماتها مع التغيرات المناخية. هذا وتتميز مدن الجيل الرابع بزيادة مساحة المناطق الخضراء واستغلال موارد الطاقة المتجددة وتوفير حياة صحية، إلى جانب توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل آمنة ومستدامة ومنخفضة التكلفة، مع تطبيق معايير الاستدامة كافة من تدوير المخلفات والحرص على تنفيذ معايير البناء الأخضر وإتاحة جميع الخدمات إلكترونيا، فضلا عن إنجاز بعض المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل للعديد من الشباب وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي. ولم يقتصر التخطيط لتلك المدن على المزايا السابقة فقط،
بل امتد ليدرج في صدارة أولوياته وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، حيث تمت الحكومة باختيار مواقع هذه المدن وفق عدة معايير، منها الموقع المتميز الذي يجعلها تنافس عالميا وإقليميا، وأن تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، إضافة إلى ارتباطها بالمشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها، لتصبح مدن الجيل الرابع مركزا لريادة المال والأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي. وتضمنت مدن الجيل الرابع 37 مدينة في جميع محافظات الجمهورية. اشتملت المرحلة الأولى منها على 15 مدينة، من بينها مدينة العالمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ومدينة الجلالة والإسماعيلية الجديدة وامتداد مدينة الشيخ زايد ومدينة ناصر غرب أسيوط ومدينة غرب قنا وتشكى الجديدة وحدائق أكتوبر ومدينة ملوي الجديدة وغيرها من المدن. وقد تبنت الدولة ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة مشروعا قوميا للتنمية الحضرية من أجل تحفيز استدامة ومرونة المدن من خلال التوسع في البناء الأخضر والمساحات الخضراء المفتوحة واستثمار الطاقات المتجددة، مع تعزيز أنماط الحياة الصحية التي تعتمد بشكل أكبر على وسائل النقل غير الآلية مثل المشي وركوب الدراجات ومنظومة النقل الجماعي الصديقة للبيئة، مع تطبيق معايير استدامة الطاقة وإعادة تدوير المخلفات، وهو ما تجلى في إنشاء مدينة العالمين الجديدة وعشرين مدينة أخرى يتم بناؤها جميعا في وقت واحد. وفي ضوء ذلك تعد مدن الجيل الرابع مدنا متكاملة ومستدامة، فهي تحوي إلى جانب المناطق السكنية مناطق خدمية وترفيهية ودور عبادة ومناطق استثمارية وصناعية ولوجستية، كما توفر الآلاف من فرص العمل لسكان هذه المدن بخلاف شبكة الطرق والكباري والمحاور الرئيسية وشبكة المواصلات الجماعية التي تربط المدن الجديدة بالمناطق المحيطة كافة وبكل ربوع الدولة في سهولة ويسر وبتكلفة مناسبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. زي ما تابعنا في التقرير، نهضة كبيرة بيشهدها قطاع الإسكان في مصر في السنوات الأخيرة في مناطق أقيمت في قلب الصحراء، مدن جديدة بمواصفات ومعايير عالمية، مدن الجيل الرابع زي ما منتابع على مدار السنوات الماضية على شاشة النيل الأخبار في رصد ومتابعة لعمليات الإنشاء منذ بداياتها، أو زي ما بنقول ونحن نضع اللبنات الأولى لهذه المدن الجديدة التي تم إنشائها في ربوع مصر المختلفة. هنتكلم عن مدن الجيل الرابع اللي ابتدت واقع موجود في محافظات مصر المختلفة والمدن الكبرى مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمود داود الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة. أستاذ محمود صباح الخير وأهلا بيك. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. هل في فرق بين المدن الذكية ومدن الجيل الرابع ولا هم نفس التسمية ومصطلح واحد؟ طب بداية قبل ما أرد على حضرتك على السؤال، اسمح لي أبارك لنفسي ولفخامة السيد الرئيس وللشعب المصري كله. امبارح كان في حدث كبير يعني اكيد واتكلمنا عليه من بدايه الحلقه واكيد طول اليوم امبارح. فخامه السيد الرئيس امبارح تولى الولايه الثالثه، ان شاء الله نامل في الله استمرارا في الانجازات. اما فيما يخص الفرق ما بين المدن الجيل الرابع او المدن الذكيه، هما الاثنين مفهوم واحد، الهدف منه هو فكره الاستدامه. المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع هي مدن معتمدة أساسا في الاستدامة على الموارد. احنا بنبني بيوت بطراز معين معماري بمساحات خضراء بتزيد عن 50%، بتعتمد على التكنولوجيا الحديثة أو الذكاء الاصطناعي. الاتنين هم وجهان لعملة واحدة، الهدف منه التعامل والتكيف مع المناخ والتغيرات المناخية، ودينا شايفين يعني السنة دي حتى الشتاء كان في تقلبات غريبة جدا. لو حضرتك طلعت مكان زي مدينة زي العاصمة الإدارية زي العالمين ما كنتش هتحس بنفس التغيرات ده. ده ليه؟ لأن الانبعاث الكربوني أو الانبعاث الحراري هناك مش بنفس القدر اللي موجود في المدن الحضرية أو المدن القديمة اللي زي القاهرة القديمة يعني، أو أي مدينة موجودة في مصر مش مدينة الجيل الرابع، ما فيهاش نفس حجم المساحات الخضراء، ما فيهاش نفس التكيف مع متغيرات المناخ. طيب واحنا بنتكلم عن مدن الجيل الرابع، هل مصر كانت في حاجة إلى إنشاء كل هذا العدد من المدن الجديدة مدن الجيل الرابع وليه؟ لو أو لا؟ لا، هو مصر كانت في حاجة لده ومن عشرات السنين. هو يمكن احنا خدنا القرار ده متأخر بعد 2014. احنا قبل 2014 احنا كنا بنتكلم ان مصر فيها اكتر من 1100 مدينة عشوائية، فيها اكتر من 357 متر مدينة غير آمنة، ناس عايشة مش تحت خط الفقر بس، هم عايشين في اماكن غير آدمية زي عزبة الصفيح والمطلع المقطم منطقة الزرايب وغيره. لا، كان في مآسي موجودة، فاحنا كان لازم يحصل تحول
كامل في المدن العقارية اللي موجودة في مصر. احنا اشتغلنا على اكتر من صعيد، بدأنا من الحاجات اللي هي الاسكان زي ما قلت لحضرتك الاكثر احتياجا يعني، وبدأنا ننقلهم في مدن جديدة، وبعد كده بدأنا نقتحم ملف المدن المستدامة او المدن الذكية من 2014. مصر كانت محتاجة له ولا لا؟ ادينا شايفين النهاردة الحالة السياسية، الامور كلها بقت مرتبطة ببعض، الحالة السياسية في الوطن العربي وفي القطر كله لا تخفى على احد. ففكرة النهاردة ان بيحصل حالة من النزوح من المواطنين، في عندنا اكتر من 11 مليون اخ وشقيق سواء عربي او مواطن اجنبي او غيره موجودين النهارده في مصر. الناس دي كانت عايشه في مستوى معين، خصوصا الناس اللي جايه من اوروبا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، الناس دي كانت عايشه في مستوى معين حابين النهارده ينقلوا استثماراتهم وينقلوا حياتهم لمصر. ده على الصعيد الاستثماري. اما على الصعيد الانساني فاحنا شايفين التغير المناخي اللي بيحصل، ومصر دوله لها رياده في حقها الاصيل ان هي النهارده تقتحم ملف المدن المستدامه ويبقى ليها رياده في هذا الامر، زي ما ناس كتير اقتحمته زي دبي. ففي الاخر مصر حضاره 7000 سنه، عندنا الحمد لله استقرار امني واقتصادي، بدانا نلمس النهارده الحمد لله رب العالمين ملامح الاستقرار، بعض الاستقرار الاقتصادي، عندنا استقرار امني كبير جدا. فخلينا نبقى واقعيين، احنا لازم نتحط في المكانه اللي احنا نحتاجها. تقارير الامم المتحده بتقول في 55% من سكان العالم بيعيشوا في الحضر، متوقع هذه النسبة ترتفع إلى 70-75% من سكان العالم في 2050 يعيشوا في الحضر. لو قلنا يعني المعايير بقى اللي بتؤسس عليها هذه المدن، يعني إيه المختلف أو الجديد بخلاف المساحات الخضراء اللي موجودة في مدن الجيل الرابع مش موجودة في المدن التقليدية زي ما بنقول؟ طيب، هو فكرة وجود أكتر من 55% ووصولها ل 70% مع 2050 إن شاء الله، هو ده ليها ميزة استثمارية، ان احنا النهاردة القطاع الاستثماري بيتوسع، لان الحضر دايما بيبقى فيه توسع في القطاع الاستثماري، ولكن في مأساة كبيرة. احنا النهاردة الانبعاثات الحرارية والانبعاثات الكربونية، ولسه كنا في كوب 27 اللي مصر شرفت ان هي تنظمه برئاسة فخامة السيد الرئيس في شرم الشيخ السنة اللي فاتت، كنا بنتكلم عن المأساة دي، ان كل ما زاد التحضر وكل ما زاد التكنولوجيا كل ما زاد التغير المناخي كل ما زاد التلوث اللي احنا شايفينه. في المدن المستدامة احنا عملنا فصل ما بين السكني وما بين الجزء الاستثماري او المصانع، عملنا النهاردة ما يلائم التغيرات المناخية وما يلائم التكنولوجيا الحديثة اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. فده هيقلل. طيب، حد ممكن يسأل التكنولوجيا الحديثة اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي يعني دورها ايه في المدن الذكية؟ بيتم استخدامها في ايه او تعظيم دورها في ايه؟ هل في عمليات الانشاء بس ولا في الحياة المستدامة بعد كده؟ في اللايف ستايل كله او في اسلوب حياه حضرتك، هو فكره الاستدامه ايه؟ احنا النهارده لو اشتغلنا على نفسنا بس فاحنا ممكن نعيش في رغد دائم، لكن الاجيال اللي جايه مش هتلاقي اي حاجه. لكن الغرض من الاستدامه هو اعاده تدوير الموارد واستخدام الامثل للموارد بحيث انها تبقى موجوده. لو فضلنا نستخدم الميه بنفس الاسلوب الحياتي بتاعنا ده، الاجيال الجايه مش هتلاقي ميه. لو فضلنا النهارده نستخدم الكهرباء المعتمده على الغاز او السولار او غيره، الاجيال اللي جايه مش هتعرف النهارده تلاقي موارد غير متجدده زي السولار. احنا النهارده بنوجد مصادر بديله، بنعتمد النهارده على اعاده تدوير المخلفات علشان نولد طاقه. فهو ده فكره الاستدامه. فاحنا النهارده الاستدامه او المدن الذكيه المعتمده على الاستدامه هتبقى موجوده في كل اسلوب حياه حضرتك، كل حاجه هتبقى طبقا للتكنولوجيا. وشفنا الحدث الكبير امبارح، يعني تنصيب فخامه السيد الرئيس في العاصمه الاداريه، دي رساله للعالم كله. يعني احنا شايفين المنظر، الناس اللي كانت بتقول ايه لازمه العاصمه الاداريه وايه الغرض منها، النهارده شايفين حجم الاستثمار اللي بيتم، يعني استثمار بديل موجود النهارده في المباني العريقه اللي موجوده سواء في الوزارات او في الهيئات او بعض او حزب ما كان موجود. لما بيتم النهارده استثمار الاماكن دي ده رد قوي جدا. احنا ليه نقلنا العاصمه الاداريه بعيدا بقى عن شبكه الطرق اللي اتعملت اللي توصل من الشرق للغرب؟ استاذ محمود، لو حبينا نعرف ايه ابرز المدن الذكيه اللي موجوده في العالم اليوم وفعلا ممكن تكون مثل او مثال يحتذى به في تطبيق هذه التجربة على أرض مصر؟ هو يمكن الناس مش عارفة أن أول مدينة مستدامة في العالم هي منطقة الأهرامات، فإحنا أصحاب ريادة في هذا الأمر. لكن في الوقت الحالي إحنا بنتكلم في مدن أكثر شهرة، يعني يمكن أقربهم لينا ومثل يحتذى به وبنحييهم، يعني هي فكرة مدينة دبي. النهاردة دبي هي منصة عالمية لجذب الاستثمار في العالم كله،
كل شركات العالم موجودة ليها موقع إقليمي موجود في دبي. النهاردة الرياض بتنقل نفسها نقلة نوعية وبتعمل مدينة مستدامة. احنا عندنا هنا في مصر الحمد لله شغالين في الملف ده على أكتر من 30 مدينة، منهم العاصمة والعالمين ودمياط الجديدة. في طبعا في أوروبا احنا عندنا لندن طبعا مدينة مستدامة، في ألمانيا وفي بلجيكا. هي الفكرة وما فيها الملف ده موجود في العالم كله. احنا هل يمكن المدن اتأخرنا. المستدامة، هل المدن التقليدية ممكن يتم تحويلها إلى مدن مستدامة ولا أو مدن ذكية، ولا لا لازم يتم إنشائها من أول وجديد على أرض فاضية زي ما هو؟ أكيد الأسهل إن أنا أنشئ حاجة من الأول وجديد أحسن من إن أنا أعدل، لكن اللي بنوعد بيه إنه بيتم الربط ما بين المدن المستدامة والمدن العادية زي القاهرة القديمة، بيتم الربط عن طريق زي ما قلت حضرتك الذكاء الاصطناعي. لكن هتحصل باذن الله تعالى، بس محتاجه وقت. احنا دلوقتي شغالين بفق الاولويات، احنا بنبني مدينه جديده، بننقل استثمارات، بنجذب استثمارات من بره، وبنقول للعالم كله تعالوا عندنا. فاعتقد ان العاصمه الاداريه هتبقى البديل الحالي لحين ربط ده بالمدن القديمه. لو بصينا على نسبه الحضر في مصر اكتر من 42%، لو استبعدنا المناطق العشوائيه ممكن تصل الى حوالي 25% نسبه الحضر في مصر. هل النسبة دي بالنسبة للمعدل أو النسبة العالمية أقل ولا أعلى؟ لا أقل طبعا. احنا لسه كنا إيه السبب بقى في كده؟ وجود العشوائيات، ما ده اللي أنا بدأت بيه الحلقة مع سعادتك، إن احنا كان عندنا 1100 منطقة عشوائية. 1100 منطقة عشوائية يعني أنا مش هقدر أولا أعيشهم في مستوى آدمي، السلوك الإنساني هيبقى مختلف عن التوجه اللي كل الدول شغالة فيه. الأهم من ده رؤية مصر 2030 النهاردة بتتوجه إن احنا نعظم من حجم الاستثمار. دائما وأبدا حجم الاستثمار بيرتبط طرديا مع التحضر أو الحضر. العالم كله النهاردة فيه 55%، احنا بنتكلم في 40، ولما شلنا العشوائيات وصلنا ل 25. لا احنا قدامنا كتير قوي، وده رد على فكرة احنا ليه بنعمل مدن مستدامة، ليه بنعمل مدينة صناعية، ليه بنعمل النهاردة منطقة مدينة للذهب، ليه بنعمل حي مالي وهكذا. ما هو ده التحضر علشان نعرف نواكب العالم اللي احنا اتأخرنا عنه كتير قبل 2014. الشركات العقارية او العمرانية اللي بتعمل في مصر في اطار المدن دي، احنا عارفين كل سنتين ثلاثة في جديد، البحث العلمي في جامعات العالم المتقدمة بتطور جديد برامجها واسلوب عملها وتقنياتها، الى اي مدى احنا واصلين في مصر او شركات مصر العقاريه والعمرانيه واصله لمستوى مواكب لهذه التطورات اللي بتحصل كل سنتين ثلاثه في العالم بره؟ لا موجود طبعا. احنا شايفين زي ما قلت لحضرتك، لو حضرتك نزلت مثلا عملنا تغطيه في العاصمه او في العالمين، لا احنا قطعنا شوط كبير جدا. والوضع فكره المدن المستدامه في مصر هي بقت حقيقه، يعني لا يغفلها غافل، وما بقتش رفاهيه. هي النقطه النهارده ان الناس كانت متخيله ان انا ايه اللي يفرق لي ان انا اعيش في بيت ذكي، لا هو الموضوع ما بقاش رفاهيه، الموضوع النهارده ان انا موجود في مدينه فيها طاقه بديله او اعاده تدوير، ما بقتش رفاهيه لان الموارد بتنضب في العالم كله. فاحنا النهارده في اعتمادنا في القطاع العقاري تحديدا في تطور كبير جدا حصل خلال الفترة الأخيرة، وده تأكيد على الربط ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ودورهم مع بعض المترابط اللي بيؤدي لنتيجة محترمة إن شاء الله في حجم الاستثمار اللي مصر عايزة توصله. ده يخليني أسأل، مين اللي بيقود القاطرة زي ما نقول؟ هل الحكومة والأجهزة التنفيذية ولا شركات القطاع الخاص علشان نطور من شكل وطبيعة المدن علشان تكون على احدث التقنيات او موائمه للتطور العمراني اللي حاصل؟ اكيد الحكومه بتعتمد النهارده، الحكومه هي صاحبه التقنين او الوضع القانوني، لكن في اعتمادها طبعا على استشاريين بيبقوا من القطاع الخاص وممكن يكونوا من بره مصر كمان. يعني احنا حتى كنا لسه بنتكلم على بعض الصفقات اللي بيتم النهارده الطرح ليها زي صفقه راس الحكمه، هو اعتماد الدوله النهارده في حجم استثمار زي ده وكانت نقله نوعيه، اكيد كان الاعتماد الكلي على القطاع الخاص. ففي ربط كبير جدا وتعاون كبير مثمر ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. المدن الذكيه هل بتستهدف فئات وشرائح مجتمعيه معينه، ولا هي للجميع متاحه للجميع ان هو بمستويات دخولهم الاقتصاديه؟ ما هو ده رد برضه على الناس اللي كانت بتقول مدينه الاغنياء ويوتوبيا وغيره. هو لا، هو اي مكان بيبقى لكل الناس، يمكن في حاجه بتبقى اغلى من حاجه، في حاجه ارخص من حاجه. يعني احنا مثلا لو شفنا العالمين، لو شفنا احنا كنا شايفين المنصوره الجديده كان في قمه السيد الرئيس في 2023 في شهر 6 كان بيفتتحها، في بيوت غاليه جدا قدام، وفي بيوت برضو لمتوسط الدخل او اقل من متوسط الدخل موجوده. هي الفكره ان احنا بنعمل تنوع في المنتج اللي بنقدمه للدوله، لان الغرض هو تنميه سلوك المواطن وحياه المواطن لكل الفئات، ما بنغفلش فئه عن فئه. وده اللي انا قلته لحضرتك ان احنا كان عندنا 357 منطقه غير امنه تحت خط الفقر،
وغير قابلة للمعيشة. النهاردة اتنقلوا في أماكن أي حد فينا يحلم يبقى موجود فيها. ده يخليني أسأل حضرتك في المشروعات اللي هي خاصة بالإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان المتوسط، إلى أي مدى كانت الحكومة حريصة على أن تدخل تقنيات الجيل الرابع أو مدن الجيل الرابع في هذه المشروعات، وإلى أي مدى أو وصلت نسبتها قد إيه؟ خلينا نقول ان مدن الاماكن او المشروعات السكن الاجتماعي او السكن البديل هي موجوده اصلا في مناطق ينطبق عليها فكره المدن البديله. يعني مثلا عندنا منطقه زي اكتوبر النهارده فيها سكن بديل للناس اللي كانت جايه من مشعل او عزبه، يعني نزله السمان، واكتر من منطقه ثانيه. اكيد احنا بنقدم التكنولوجيا في الاماكن اللي موجوده دي، بنحاول بقدر المستطاع نعمل ربط ما بين التطور التكنولوجي او التحول الرقمي اللي بيحصل ده ما بين المناطق وبعضها. فطبيعي جدا وجود سكن بديل او سكن اجتماعي في منطقه بتندرج زي زايد الجديده واكتوبر الجديده لمدن الجيل الرابع ان شاء الله، لا طبعا هتبقى تحت طائله وتطور المدن الجيل الرابع. واحنا بنتكلم على مدن الجيل الرابع، ازاي ده كله بينعكس في النهايه على جوده الحياه بالنسبه للانسان اللي بيعيش في هذه المدن او بيعيش على ارض مصر بصفه عامه؟ هو احنا شايفين دلوقتي اللي يخليك النهارده نقطه جذب لناس كتير جايه تفتح استثمارات من بره مصر، ده ياكد لك ان انا النهارده بقت ملاذ. خلينا دايما نبص للنص المليان من الكوباية. حضراتكم احنا لو احنا مش الموضوع حصل فيه تطور كبير وبقينا في حياة احسن كتير من قبل 2014، ما كانش واحد زي الراجل السوري اخونا السوري النهاردة جاي يفتح استثماراته في مصر، وشايفين النجاح منقطع النظير اللي هم عملوه على مجموعة من القطاعات. وبعض الدول الاوروبيه النهارده اللي نقلت، يعني بعض المواطنين اللي عايشين في دول في اوروبا وفي شرق اوروبا نقلوا النهارده حياتهم سواء في البحر الاحمر او في القاهره كمان بدانا نشوفهم. لا طبعا الموضوع انعكس كتير على المواطن، وشايفين ده على فكره على مستوى توفر المنتجات وغيره. استاذ محمود داوود خبير التنميه العمرانيه والتنميه المستدامه والمدن المستدامه، شرفتنا وكل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. شرف ليا يا فندم، شكرا جزيلا. صباح النور. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في هذا الصباح، بكرة إن شاء الله موضوعات جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.